علمت ناس كتير يا حبيبتي. هتتجوز؟ قعدوا فين؟ بيتهم ما تكملوش. الخيط دلوقتي الخيط زي بتاع زمان؟ لا حاج. امال ايه؟ خس. ده خس يعني ايه؟ خس بقى صغير. صغير. كنس. ها؟ وايه وال جامد ولا التاني كان طري ولا جامد؟ لا ده الاول كان مليح كده وكان كويس. احسن من ده. الابره دي كويسه ولا الابره الثانيه؟ لا الابره اللي شبه الهنا العمر بتاع عظام؟ ايوه الابره بتاع زمان هي نفسها الابره دي؟ هي دي؟ ونفس الخامه ونفس التخانة هي والقماشة بقى التلي ده التل ده التل ده هو عامل جرب عامل ناشف؟ ناشف جرب ناشف قوي ده. التاني كان ايه بقى؟ كان واسع ده كان واسع ده يا دوبك قد الابرة تخش. التاني كانت الابرة تبقى داخلة مرتاح. خش انت الناحية الثانية من تحت ادخلها thank you.
عشان وبشتغل في حته التاني. هي الوحيده على مستوى الكليه وهي الوحيده على مستوى القريه وعلى مستوى الجمهوريه تقريبا. يعني كانوا زمان ستي وامي وخالاتي وعماتي كان كله بيستخدم الحاجات دي بيلبسها في البيت يعني. فطبعا لما طغى المستورد والحاجات الصيني والهندي والطراح الصيني والهندي طبعا ارخص بكثير خالص من المنتج اللي احنا بنعمله هنا في مصر. فطبعا اضطرت الناس انها تهمل الحاجه اللي هي كانت بتعملها بايدها وتشتري الحاجه الارخص. بدا يختفي من تقريبا من الخمسينات. من الخمسينات وكان قبل الخمسينات كان مشتهر جدا في اثناء الخمسينات وكده. لكن بعد كده بعد ثوره يوليو والاستيراد والانفتاح على الدول الغربيه وكده بدا طبعا المهن المتوارثه عندنا احنا بدات شويه شويه تضمحل وتنجذب. بدات الناس يعني تستسهل مش عايزه تتعب يعني مش عايزه تشتغل حاجه جاهزه بالظبط كده. فبدات الناس يعني شويه بشويه بدات تنسى الحاجات زي التالي. انا عن نفسي واحده من الناس ما كنتش اعرف يعني تالي مش عارفه خالص يعني. انا كان عندي والدتي في الكفر احنا عمرنا في التالي ما كنتش عارفه دي كويس. وانا صغيره عملت تفاصيل مع راسي بتاعتي مش عارفه دي يمكن الموضوع ده ايه. بس طبعا لما كبرت طبعا وتعرفت على مهنه التالي فحسيت انا بقيمه العمل الدرامي اللي انا عملته في الفن بتاع والدتي. طب ازاي يعني حاجه غاليه زي كده. حتى والدتي ما حاولتش تحكي لي ده ايه او عباره عن ايه يعني. في ناس كتير ما تعرفش ايه هو الفن يعني. هو عباره عن تطريز الفضه والذهب على القماش الفضي. الخيط ده اسمه تالي. الخيط ده ما بيجيش مصري مش بيتصنع في مصر ده بيستورد من بره من هنا. لكن التطريز والغرزه نفسها بتتعمل هنا في مصر يعني.